سلامك ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نرسم سلم زي السلم اللي هو بيقول له خرسانه من اسفل، لا بس انا في حته دي كده بتبقى سبورت ليه. اقول انا عايز ارسم ستير من فلان 18 درجه بين ليفل 1 وليفل 2، فاقول له انا عايز 9 همت و 9 بالشكل دوت. وخلينا نغير اليونت عشان نبقى عارفين المسافة بالظبط. مثلا خليها بالمليمتر. اوكي اوكي بالشكل ده. طيب خلينا نشوفها بقى في 3D اهوت. تمام. طيب لو جينا هنا عملنا سيلكت وقلت له ايديت تايب وقلت له انا عندي هنا ده الرايت سبورت، السبورت اللي في الرايت انا مش عايزه. طيب والليفت سبورت، السبورت بنان، وانا عايز الميديال سبورت. طيب هو اتشال لي السبورت الحديد، السبورت الحديدي قال له انا عايز الميديال سبورت، حط لي الحديده بشكل اكت. تمام. طيب انا برضه عايز ممكن تلغي الريلينج تتعلم عليه وتدوس ديليت، ولو في جزء معين ممكن تدوس تاب بحيث تحدد الجزء اللي انت عايز تشيله. طيب انا عندي هنا زي ما انت شايف في القايمة دي والقايمة دي، انا عايز الغي الحتة ديت. طيب اعمل سيلكت على الستير واقول له ايديت تايب واخش على الراي تايب، بلاقي عندي الرايزر والتريد. طيب اقول له انا مش عايز الرايزر اهوت، لغالي بقى بالشكل دوت. ده اللي بيبقى في محلات كتيرة بيبقى سلم زي ما انت شايف بالشكل دوت.